الوسواس القهري واحد من أشد وأخطر المشاكل النفسية اللي ممكن يتعرض لها أي شخص، وده بيبقى نتيجة أفكار مستمرة كده وغير مرغوب فيها وبتكون متكررة ودايما بتدور في دماغه، أو ساعات بيبقى حاسس برغبات كده بتسبب له ضيق أو قلق، وبتبقى الرغبات دي برضو مستمرة طول الوقت. السؤال هنا منا صح بيحصل كده؟ السؤال هنا لو أنا بدأت أنتبه للمشكلة دي إزاي أتعامل معاها؟ إزاي ممكن أساعد نفسي بنفسي فيما يتعلق بالوسواس القهري؟ ازاي ممكن اتخلص من الوسواس القهري؟ كلام كتير هنعرف تفاصيل عنه مع ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو، دكتور وسام الخطيب، استشاري الصحه النفسيه والارشاد الاسري. اهلا بيك دكتور وسام. اهلا بحضراتكم، سعيده ان انا معاكم. صباح الفل عليك. صباح النور. في البدايه عايزين نعرف الساده المشاهدين ونعرف اكتر بشكل علمي ايه هو المقصود بالوسواس القهري، وهل هو يصنف مرض يعني بيصاب به الانسان؟ اضطراب الوسواس القهري او الاو سي دي اختصارا لأوبسيسيف كومبالسيف ديس أوردر هو أحد الاضطرابات النفسية بيعاني منها المصاب، زي ما حضرتك ذكرت يا دكتورة منا، بتكرار معين للأفكار بشكل غير منطقي، ودي بتسمى بالأفكار الوسواسية. بيشعر بعد كده بيها إن هو مجبر على عمل سلوكيات بشكل قهري، وهو بيبقى مدرك تماما. معلش بمعنى ايه قهري؟ يعني قهري يعني غصب هو عن إرادة، يعني مش بإرادته. Exactly. غصب عنه، وهو مدرك تماما ان السلوكيات دي هو بيعملها وهو عارف ان هي غير منطقيه، ملهاش اي اساس من الصحه، ولا تمت للواقع بصله، وفي نفس الوقت بتؤثر على حياته بشكل سلبي. فاللي بيحصل وبيعملها. فاللي بيحصل ان احنا بنقسمهم لشقين: الافكار الوسواسيه والسلوك القهري. الافكار الوسواسيه عامه بتبقى دايما خوف من الاشياء، ولكن خلينا علشان نتجنب اللغط، لان انا لو سردتها كتير جدا من المشاهدين هيقلقوا على نفسهم، فانا احب ان انا اقول اللي هسرده ده طالما لا يعيق المهام اليوميه ولا الحياه فعادي. لان احنا لو جينا بصينا ان اي انسان سوي يا جماعه يحب يكون مرتب نظيف، بيحب حاجته محطوطه مكانها، الله يطمنك، مركز في شغله ومطمئنه وهايله وبتاخدينا بالراحه. اكزاكتلي. ولكن كون ان في بقى خوف، طبعا الشائع هو وسواس النظافه، الخوف من التلوث، ولكن انا قلت تاني في حاله ان هو يعيق المهام اليوميه ويؤثر على الحياه بشكل سلبي، واسيب حياتي المهمه وافضل افكر في الوساوس دي، هنا هيبقى في انذار. لكن مجرد التفكير مثلا في المرض او في النظافه او غيره ده عادي، يعني ممكن واحد يبقى مشغول بحاجه، لكن امتى اقول انا ابتديت اشعر ان انا عندي وسواس من الموضوع ده؟ لما هيعيق المهام اليوميه، يعيق حياتي، يعيق الحياه، تبقى الحياه كلها المحور بتاعها هو الموضوع ده، ساعتها بنقول ده اضطراب الوسواس القهري. ولكن الانسان السوي زي ما ذكرت اكيد هيبقى عايز دايما مهتم بنظافته، مهتم بالترتيب، مهتم بشغله، مهتم ان هو دايما يكون في مكانه صحيحه، يعني ليه مكانه في المجتمع، اكيد البني ادم لازم يبقى واخد باله من كل حاجه. ولكن زي ما ذكرت الافكار الوسواسيه بتبقى خوف من التلوث، وطبعا خوف من فكره ان الاشياء مش موجوده مكانها، خوف من مصافحه الاخرين، خوف من ان هو يبقى عنده حاجات ويفرط فيها حتى لو كانت الحاجات دي مش مهمه بالنسبه له. وطبعا التاكد على اغلاق الابواب والغاز والحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي بتسمى بالافكار الوسواسيه. على الناحية التانية بتبقى في حاجة اسمها السلوك القهري. أيوة. السلوك القهري دي بقى السلوكيات اللي بيستجيب بيها المريض استجابة لإيه؟ للأفكار الوسواسية. يعني كمثال لما قلنا الخوف من التلوث، إيه السلوك القهري اللي هيعمله؟ هيبتدي يغسل إيده بس مرارا وتكرارا وطريقة مبالغ بيها، لدرجة إن في بعض الأحيان للأسف الشديد بيصابوا بالتهابات وتقيحات في الجلد نتيجة الفرط في استخدام المطهرات والديترجنت والحاجات دي. بتاعت الجلد بتتغير فبيصابوا ببعض الأمراض، وساعتها بيبقى بقى في تفرعات، بيبقى بيتجه طبعا لأساتذة الطب في الأمراض الجلدية مع المعالجة من الوسواس القهري، إن كان عن طريق الطب النفسي والعلاج الغير دوائي اللي احنا بنتكلم فيه. فدي بوينت النظافه. لو اتكلمنا على السلوك القهري بالنسبه للاشياء اللي هو خايف ان هو تضيع منه، بيبتدي يعمل اكتناز حتى لو كانت حاجات مش مهمه، يعني حاجات من وجهه نظرنا نقول دي كركبه، دي بهدله، لا هو يخليها. حاجات تانية فكره ان هو يرتب الاشياء بشكل نمطي جدا، ان لو الفاز دي مثلا اتحركت من مكانها وهو قاعد في اجتماع، هو ممكن يسيب اجتماعه عشان يقوم يعدل الفاز دي. بتبقى مزعجه للعين فعلا. طبعا.
حقيقه، بس لما نكون في مصلحه المفروض تبقى انا فاهمه، بس لا هي بتبقى حقيقي سلوك قهري مبالغ فيه. فهي دي البوينت اللي نقدر نفرق بينها ما بين اضطراب الوسواس القهري والطريقه النمطيه اللي بني ادم السوي بيعيش بيها. السوشيال ميديا والميديا بصفه عامه سوقت سمعه بعض المصطلحات لدرجه انها بقت تخلي الناس يجي لهم وسواس قهري من الوسواس القهري، يعني ابتدوا يخافوا مجرد من انه يبقى عندهم اي حاجه، وكل ما بيسمعوا عن حاجه يحسوا انها بقت موجوده فيهم. خليني اقول لحضرتك كمان دي زادت امتى؟ بعد جائحه كورونا. الناس كلها خرجت من كورونا، ما كانش في حد فينا ما بيستخدمش الكحول، ما كناش لكن ابتدت الناس بعد كده ده بقى نمط حياه. لكن اكتشفنا ان في ناس ما قدرتش تخرج بره ده، وبالعكس ابتدت في حاجه اسمها سمات بيئيه مكتسبه. هما لما بقوا جوه السيركل دي ما قدروش يخرجوا منها، ما كانوش مرضى وسواس قهري، لكن دي احنا بنقول عليها عوامل بيئيه مكتسبه، فبقى عندهم درجه من درجات الوسواس القهري، ولكن بتبقى ملاحظه عشان ما حدش يقلق. برضه دكتوره وسام، فكره في وسواس التوهم المرض، يعني دايما الناس عندها الفكره دي اللي هو يبقى كويس جدا وصحته زي الفل، بس خايف قلقان من المرض، خايف يحصل له حاجه، ودايما بتبقى مسيطره على يعني تفكيره طول اليوم انه يصاب بمرض معين او حاجه. ايه نوع الوسواس ده اللي بيسمى بوسواس التوهم المرض؟ حقيقي هو يسمى بوسواس التوهم، ويسمى ايضا باضطراب القلق من ناحيه المرض. برضو احد الاضطرابات النفسيه، ولكن الافكار بتستحوذ بقى على فكر وافكار المريض ان هو هيعاني من مرض صعب وخطير، وحتى ان ما كانش فيه دليل طبي لده ولا فيه تشخيص لده، ولكنه بيعيش في ده. لدرجه ان في بعض الاحيان بيروح للاطباء. سببه ايه ده يا فندم؟ يعني ايه السبب انه تبقى الفكره دي مسيطره على دماغه؟ خليني اقول لحضرتك حاجه، الوسواس القهري اسبابه كتير وغير معروفه وغير يعني مش واضحه قوي، ولكن احنا دايما بنقول ان هي ايه؟ عوامل جينيه وراثيه، عوامل بيئيه، وعوامل بيولوجيه. فلو قلنا ان هو خلل في كيمياء المخ، يبقى احنا كده اتكلمنا ان هي هو ده المسيطر عليه في الوقت ده، هو مش عارف هو ايه اللي بيحصل له. ولكن زي ما انا قلت، هو بيبقى الوسواس القهري مشكلته ان عوامله كتيره ومختلفه، بس بالذات وسواس التوهم بالمرض ده مشكلته ان هو لما المريض ما بيبقاش فيه اي حاجه، ممكن بيوصل بعد كده ان هو بيمرض حقيقي. صحيح. بامراض السايكوسوماتيك اللي هي النفس جسميه، يبقى اساسها نفسي. ولما جم راجعوا الموضوع ده لقوا ان ايه سببها، قال لحضرتك ان السبب الشائع والتقليدي ان بيبقى في احد دوائر معارفه تعرض لمرض خطير، او حد تعرض للوفاه. انا عايزه اقطعك يا دكتوره، اتفضلي. ده بيكون نتيجه لتجارب، يعني حضرتك بتتكلمي عن انه سردتي كده انواع الناس اللي بتبقى قلقانه وبتمشي تلف على الابواب عشان تتاكد انها مقفول، فوارد انها تكون تعرضت او سمعت من حد من المحيطين انه تعرض لحاجه فحاسس بعدم الامان. الناس اللي على طول قلقانه وعماله تغسل في ايديها وترتب حواليها تعرضت لوعكه صحيه شديده، تجاربها ومخزونها هو اللي بيكون بيوجهها حقيقي. وعوامل بيئيه مكتسبه من الوالدين في بعض الوقت. ان الاطفال ما بيكونوش خالص عندهم اي اعراض الوسواس القهري، ولكن لان هم يعني ان هم حواليهم احد الوالدين بيعانوا من الوسواس القهري، فهم بيكتسبوا ده. طب ما دي طريقه التربيه، ده يبقى تطبع بقى، مش ولا ده برضو بيصنف تحت كاتيجوري المرض؟ بيصنف تحت كاتيجوري يعني المرض، ممكن يتقلب يا دكتوره منا بدرجات يعني بالضبط، بس بدرجات مختلفه. لقيتي تقدري تسيطري عليه ولا ما تقدريش تسيطري عليه؟ تمام. طيب قبل ما اروح لاستشاري الصحه النفسيه، انا ممكن اعالج نفسي ازاي؟ السؤال اللي انا قلته في بدايه الفقره، لما اكتشف انه لا انا ابتديت اوسوس كده من حاجه معينه، من النظافه او من المرض او الخوف من حاجه معينه، ابدا اعالج نفسي بنفسي ازاي؟ ازاي اواجه هذه المخاوف او هذه الوساوس؟ خليني اقول لحضرتك حاجه واتمنى تكون متفق معايا، ان في بعض الحالات ما بنقدرش ان احنا ننصح بمعالجه النفس بالنفس. لازم الاتجاه للمختصين. وفي بعض الاحيان بيحتاجوا كمان العلاج الدوائي من اساتذه الطب النفسي. ولكن لو انا حدي تبس بسيطه كبدايه، كروشته كده، انا ممكن اتعامل بسيطة ازاي لو انا شخص وسواسي؟ بس ديبيندز انها مش كل يعني عايزه اقول جمله ان مش اي علاج يناسب اي انسان، ومش اي تشخيص يناسب اي انسان مختلفة. ولكن لو هنقول الحاجات
الطبيعية العامة اللي حقيقي مفيدة بس احنا بنهملها؟ اولا تمارين التنفس، تمارين الاسترخاء، تمارين اليوجا، اخذ قسط معين من النوم، ده بيساعد جدا على الصحة العقلية. الرياضة، الرياضة ليها تأثير السحر في معدل المستوى، بتفضل على طول محافظة على مستوى الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر. كل دي حاجات نقدر نعملها. طبعا الابتعاد عن التدخين، الناس اللي تقدر تعمل كده يا ريت، لان للاسف الشديد هم بيتخيلوا ان هي بيقولوا عليها للمتعه الوقتيه، ولكن للاسف لما بعد كده بيبتدوا يتعودوا عليها ما بيبقاش ليها اي تاثير. فانا بتكلم ان هي دي ممكن بعض الحاجات، ولكن في حاجات تانية. لو انا جالي فكره وسواسيه، معرفه المرض بدايه علاجه، طبعا اواجه نفسي معرفته ولا الاقتناع بيه؟ معرفته اولا. ما هو احنا لازم ناخد ستابس. يعني الواحد انا سمع عنه كويس لكن مش شايف انه هي فكره الانكار، الدينايل دي، انا ما عنديش حاجه. موجود احنا كنفس بشريه عندنا الدينايل دي معروفه، ولكن حقيقي دي كده اي بي سي، معرفه المرض بدايه علاجه. احنا نبتديها ستيب باي ستيب، ما ينفعش ان انا اقول انت عندك كذا، اعرفيه الاول. يعني ناخد كده، لان حضرتك متخيله لو حد بيعاني من اي اضطراب والمعالج النفسي او الطبيب النفسي جه قال له في وشه انت عندك كذا 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 مره واحده، حضرتك متخيله رد فعله؟ احنا هنقول ولكن بطريقه ما على حسب الشخصيه اللي قدامي. فخليني ارجع لحضرتك واعتذر. لو جات له الفكره الوسواسيه دي، احنا قلنا اول حاجه المعرفه بالمرض بدايه العلاج. طيب في حاله ان انا اعيد تقييم الفكره واعرف هل هي فكره واقعيه ام هي فكره مستحوذه على عقلي وهتبتدي تخليني اروح للسلوك القهري. نقول مثلا مثال، نفترض ان الباب انا فتحته واستلمت حاجات معينه وانا متاكده ان الباب اتقفل، وانا من بعيد شايفه ان الباب اتقفل، لكن بيجي الفكره في دماغي التكراريه النمطيه الباب ما اتقفلش، يبقى انا ساعتها اقعد كده وابص للباب واقول لا، الفكره الواقعيه ان بابي مقفول. مثلا إيقاف الفكرة الوسواسية بمعنى إيه؟ أول ما تجيلي الفكرة الوسواسية أعمل أي حاجة عكسية، بمعنى أشتت انتباهي عن التركيز في الفكرة بالظبط كده، أشتت انتباهي عن التفكير فيها، ما ركزش فيها. زي مثلا أنا دلوقتي في حاجة معينة وأنا عارفة إنها مش حقيقية، أنا قاعدة قومي وقفي. اعملي أي أعمل حاجة، أي سلوك أو أي سلوك حاجة تانية مختلفة، أي سلوك بس مختلف. تسلمش للفكرة الوسواسية، ما سلمش عقلي لأنه الباب ما اتقفلش. تمام. صح كده؟ اكزاكتلي. وطبعا الدعم من العيله والاصدقاء والمجتمع هي بدايه العلاج والمعيشه بحياه صحيه وسويه قبل اي حاجه. طيب خلينا بقى نقول اخر حاجه كده يا دكتوره. قد يكون في بعض الاحيان الناس بتبقى شايفه ان دي حاجات بنتكلم عليها وهي قد تكون رفاهيه، يعني ما هياش من الامراض اللي هي بتتعالج طول الوقت بأدوية سريعة، وقد تكون كلفة علاجها مش في إمكان الشرائح الأكبر. يعني ممارسة اليوجا وممارسة اللي يبقى عندك الهدوء النفسي إنك تقدري تمارسي تمارين التنفس، ده مش ثقافة شائعة، دي حقيقة. التعامل مع الموضوع إزاي؟ هو نوعي ولا نعمل نشوف يوتيوب في حالة إذا لم يكن هناك إمكانية استشارة طبيب؟ هو حقيقي أنا مع حضرتك في ده، ولكن لو فكرنا فيها بس لمدة 5 دقائق، ستات عندها، خليني بقى أتكلم بعيدا شوية، فضل. إحنا كستات مهما يكون يومنا مشحون، لا، في ستات هتقدر تطلع 15 دقيقة في يومها تعمل فيها حاجة لنفسها. لو في بعض منهم، طبعا السيدات او الرجال، بس انا يمكن ده اللي طرق في فكري دلوقتي لان حضرتك بصالي قوي، فانا عايزه حضرتك الضيفه. لا 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 بالعكس، لا لا بصالي، فعايزه اقول لك، يعني عارفه اتجهت اللي هو مش عارفه ليه تحيزت للستات فجاه، فعايزه اقول، فاقصد ان ال 15 دقيقه دول لو هي بتعاني من اي حاجه ايا كانت ايه، هتقدر انها تعمل تمارين التنفس، تدخل على اليوتيوب فعلا وتعرف تمارين التنفس في تقنيه 639، ان احنا بنغمض عينينا وبنفكر في حاجه معينه، دي بتساعد على الهدوء والبعد عن القلق والتوتر. طبعا بالتدريب مش من اول مره، بناخد النفس على 6 مرات بالراحه ونكتمه على 3 مرات ونطلعه على 9 مرات في هدوء تام. انا عارفه ممكن تكون دي من ثقافتنا يا دكتوره منى، ولكن احنا محتاجين نشتغل على الثقافه دي، لان هي اللي انا بقوله ده غير مكلف. بالظبط. وفي بعض الاحيان
لو بس حد ان هو مشي حوالين بيته لمده 15 دقيقه الاسترس والتوتر كله هيروح. اتجاه للطبيعه. الكلام ده مش بس للسيدات لا للسيدات والرجال طبعا لا انا اتكلمت في احنا لازم الرجاله نعمل كده برضه. انا بعتذر والله بس انا يمكن وبعدين الضغوط على الراجل قويه جدا طبعا لا 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 قلبا وقالبا لا انا بعتذر انا يمكن عشان كنت مركزه مع دكتور كنت مركزه مع دكتور منى فحبيت اقول لها كنت مركزه قوي مع دكتور منى فيمكن وجهت النقطه دي. يا دكتوره احنا سعداء بوجودك وقد ايه كلامك هادي ومساعد ان احنا تقبلنا الفكره تماما وما عملتيش اي نوع من انواع القلق. الواحد بيسمع الكلام وهو هادي جدا وكل واحد عمال يفكر اكيد جوه نفسه هو ايه ممكن يكون طبيعته. شكرا لوجودك معانا. شكرا لكلامك الجميل الهادي. نورتينا وشرفتينا الدكتوره وسام الخطيب استشاري الصحه النفسيه والارشاد الاسري. شكرا لوجودك. شرفتينا وافدتينا واديتينا روشته كده جميله في اخر حلقه صباح الخير النهارده.